خشاش. والله يا اخواني انهم احرجونا بطيبهم بكرمهم بعطائهم بانفاقهم بكل شيء قدموه. اليوم ترى بعد الله ما وصلنا الى 90% ومن 20 لمبة تبقى فقط لمبتين الا هاللي يتابعون اخواني واخواتي. صحيح. الله يبيض وجيههم. اللهم امين. الله يحرمكم عن النار. اقسم بالله العظيم انه هالفرحه اللي الحين فرحناها احنا ترى ما تساوي شيء عند فرحه اليتيم اللي قاعد يتابعنا اليوم واللي قاعد يقول يا الله يا رب كمل هاللمبتين. اللهم امين. انه من سكريبت ينتظرون، لكن باذن الله مثل ما فرحتونا في الاوقاف اللي قبل بتفرحونا بهاللمبتين باذن الله، وتبي تكتمل ولا ابي اعيد قال الله وقال الرسول قلناها في كل حلقه، وانتم والله ما يخفى على شريف علمكم هالآيات وهالأحاديث، بل أنه حتى من قصص الصحابة اللي ذكرناها الشيء الكثير، ومن قصص عايشناها جميعا في واقعنا ذكرنا الكثير، وأنتم اللي تتابعون إخواني وخواتي كل واحد فيكم وكل واحدة منكم اللي تتابعونا مر عليه موقف لقريب أو صديق لأثر صدقة قدموها في يوم من الأيام، إما لشفاء مريض وإلا اللي حصل على وظيفة وإلا لتفريج هم وإلا لتنفيس كرب وإلا أيا كان السبب. والله العظيم أنكم مريتم بمواقف، فتش في اللي حولك، فتش في عائلتك، في أصدقائك، في أقاربك، أيا كان تبي تلاقي من رأى أثر الصدقة رأي العين. اليوم يدفع 300 ريال في وقف اليتيم بمكة المكرمة، وبكرة الله جل وعلا يخلف عليه يعوضه بالخلف، والله العظيم أن نلقاها في دنيا وفي أخرى. لذلك يا أخواني وخواتي لا ندخل مع الله في تجربة، أبو غلط. لا ندخل مع الله في تجربة. أنت اليوم اللي تقدمه تأكد تراه محفوظ لك في الدنيا لها أثر وفي الآخرة لها أثر. وذكرنا سابقا ترى سبحان الله موضوع الصدقة مثل موضوع الدعاء. اليوم الدعاء له ثلاث حالات، إما أن الله يستجيب مباشرة أو أنه يؤخره أو يدفع الله عنك بلاء فيه أنت ما تدري عنه، شيء مقدر عليك دفعها الله عنك بدعوة. الصدقة إما أن تجد يعني أثرها مباشرة فيعوضك الله، كم من شخص من التجار ومن الناس البسطاء تلقاه يدفع اليوم 100 ريال ثم بعد فترة يأنه مدين له واحد وهو ناسيه ثم يحول له يقول تراك مديني وأنت نسيت وهذا حقك، وإلا يكسب في شيء ما يدري وشه. والله يا أخواني إنه يلقى الخلف، والله إن يلقاه. هذا الحالة الأول. الحالة الثانية تبي تجد أثر الصدقة هذا في كل الأحوال، حاصل إذا كانت بنية صادقة من مال طيب تبي تلقاها يوم القيامة. اليوم يا أخواني كل واحد تعيش الموقف العظيم والرهيب يوم القيامة أنه كل واحد غرقان بعرقه، ثم تأتي أنت يا صاحب الصدقة وقاعد مستظل بصدقتك حتى يقضى بين الخلائق جميعا. أنت جالس كذا مستظل ومطمئن ومرتاح البال لأنك فقط قدمت اليوم شيء لله جل وعلا وجعلته ترجو برها وذخرها يوم الدين. وهذا اللي سواه يا أخواني أبو طلحة الأنصاري، وهذا اللي سواه الحسن بن علي، وهذا اللي سواه عثمان بن عفان، وهذا اللي سواه عمر الخطاب، وهذا اللي سواه أبو بكر الصديق، وهذا اللي سواه الصحابة والتابعين والسلف إلى يومنا هذا. من يفعل هذا يرجو بر وذخر ما قدم يوم الدين، فيعطيها الله جل وعلا على ما نواه. ثم الحالة الثالث إن الله يدفع عنك بلاء. اليوم كل واحد قاعد يعاني، اللي حوله مريض وقاعد يعاني منه، كل يوم مستشفى ولا يدور لإخلاء طبي خارج المملكة، كل هذه المعاناة اللي أنت قاعد تعانيها والله أنها قد تنتهي في لحظة واحدة. ترفع جوالك الآن، ترفعين جوالك الآن وتضع شيء في وقف الصدقة، وقف اليتيم بمكة المكرمة التابع لجمعية رؤوم برفحة. 300 ريال والله لن تغنيك ولن تفقرك، 300 ريال والله أن تجد لذتها وسعة الرزق في دنياك وفي أخراك. المشاكل اللي في بيتك ترى ما يحلها إلا الصدقة. إذا نويت بهذه الصدقة أن الله جل وعلا ينزل السكينة على بيتك وعلى أهل بيتك. أنت قاعد تعاني من ولدك وأنت قاعد تعاني من بنتك، والله نحلها في الصدقة، أن تتصدق وتنوي صلاح ابنك أو صلاح بنتك. اليوم أنت قاعد تدور وظيفة وكل يوم ماسك ملف وقاعد تدور في هل الجهات تدور لك وظيفة أو تدخل مواقع توظيف وتتابع حسابات عشان تلقى لك وظيفة، والله نحلها أن تتصدق وتضع شيء من مالك لله
في وقف اليتيم بمكة المكرمة، وتنوي فيه أن الله جل وعلا يسخر لك الخلق، يسخر لك الأرض ومن عليها، يسخر لك هذه الوظيفة، والله أن تجد البركة ولذة هذا الإنفاق وإجابة الدعوة من رب العالمين، لأنك فقط قدمت لله ترجو ما عند الله ثم إسعاد هذا اليتيم. وللحال اللي أنت به اليوم، أنت قاعد تعاني أياً كانت معاناتك، أياً كانت معاناتك اليوم، في مشاكل بينك وبين أبوك، في مشاكل بينك وبين أمك، في مشاكل بينك وبين أخوك، في مشاكل بينك وبين أختك، اليوم ترى حلها كلها بالصدقة، تتصدق من أجل أن الله يهدي النفوس ويصلح ما بينكم. يا أخواني والله العظيم إن هذه الصدقة أجرها عظيم، والله جل وعلا ما كررها في القرآن، ولا جعل في البقرة ثلاثة أوجه كلها عن الصدقة والبذل والإنفاق، ولا جعل في القرآن ما تكاد تمر على سورة إلا الله جل وعلا يذكر فيها وسارعوا وسابقوا، ويذكر فيها أثر الصدقة والإنفاق والبذل والعطاء، إلا لأن أثرها عظيم فعلا عليك وعلى أهل بيتك وعلى رزقك وعلى كل ما تملك. الله الله أن تقدموا لأنفسكم. رسالتك عبد العزيز. الله يجزاك خير أبو غرام. الحمد لله والشكر، يعني ما بقي إلا لمبتين. والله يجزاهم خير، حتى البرنامج اللي قبل الشباب الله يبيض وجيههم اللي خلونا نكمل هالمشوار هذا. نعم. فأحث اللي يتابعونا الآن إنهم ما بقي إلا وشيء على البرنامج، تقريبا إلا أيام بسيطة. صحيح. هذه الأيام كفيلة بإغلاق الوقف. أي أيوة والله، وهاي الشيء هذا يعني أنت ساعدت على إنك أنت تغلق الوقف، فأجرها إن شاء الله أعظم وأكبر عند الله سبحانه. يا رب يا رب. نواف. نحن اللي قال اليتيم نقول أبشر يا أخونا بإذن الله تتم فرحتك قريب. كافو تشرف. بس سعد نواف أخوي الجريم، أنا أنصح الجميع، أنا ما عاد بقل القليل ويكتمل الوقف. يعني يا سلام، ما أقول لك أنهم يتبرعون، لا بالقليل، القليل مع القليل يجي، كل إنسان حسب استطاعته. الله الله، أحسنت أحسنت. نواف. الله يا أبو غلا، أقول هذه فرصة، قربنا فرصة الوقف بيقفل. يا رب يا رب يا رب. كلنا بهالدنيا نخطي، تبرع غفر، تكفير ذنب، غفر ذنبك. صحيح. بكره وراك حساب. صحيح. وش ردك على الوقف؟ تبرع، الله يجزاكم خير، ساهموا. والله يا بكره اللي صار فيك شيء ولا شيء تقول ليتني وليتني وليتني وليتني، افعل الخير عشان تلقاه بعدين بهالدنيا. يا سلام. هالدنيا وبالاخره. صدقت. ان شاء الله يجزاهم خير. يا رب. ابداح. والله أبو غلا ما أزيد على كلام إخواني، لكن أقول يعني الحمد لله أول شيء على اللمبة اللي حنا شغلناها اليوم. الحمد لله. هذه تنتظرها أنت. وعلى حر من الجمر وننتظر اللمبة هذه تشتغل. وأسأل الله عز وجل إن أهل الخير إن شاء الله ما يقصرون، شغل اللبتين هذه. خلاص ما عاد بقى الأيام معدودة، ساعات بدأت الآن نقول نحسب الساعات مو بالأيام. صدقت. فأهل الخير أحرص، تكفون خلونا نفرح حفل التتويج. الفرحة الكبيرة باكتمال الوقف، الفرحة الكبيرة اللي نسميها باكتمال الوقف، وفرحتنا احنا اللي نسميها فرحة وقتية، هذه فرحة معنا إلى يوم القيامة. فتبرع الله يجزاكم بالخير، لا تنسوا موتاكم مرضاكم، دووهم بالصدقة، ونسأل الله عز وجل أن نفرح احنا وياكم، ونفرح احنا وأهل الخير باكتمال هالوقف يا رب. ختاما مشاهدينا الكرام، في ناس ما هالخير يلا يا نواف، سمعتوا هالنداءات، وحسبكم من القلادة ما أحاط بالعنق، استودعكم الله، السلام عليكم. عطونا نسمة. في نسمها الخير يا الله، صغر الشارع وفع الصوت عند الله. يا مرحبا.